بس هستأذنك في دقيقة واحدة يعني. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني ما فيش كلمة ليا في المؤتمر، ولكن ما كانش يفوتني أبدا إن أنا أرحب بيكم جميعا هنا في مصر في شرم الشيخ مدينة السلام. أهلا وسهلا بيكم بكل المشاركين في هذا المؤتمر الرائع والعظيم، واللي بيعكس قد ايه الحضارة الإنسانية بتنمو وتتقدم والحقيقة يمكن حتى العرض المسرحي الأخير بيدي إلهام كبير قوي قد ايه البشرية عبر العصور المختلفة نمت وتطورت وستنمو وتتطور، واحنا ك معاصرين لهذا التطور نقبل ده، مش هقول نقبله كتحدي ولكن نقول نقبله كتطور إنساني نتفاعل معه بشكل إيجابي، نستفيد من إيجابياته ونتعامل مع التحديات اللي بتنشأ عنه. فأنا برحب بيكم وأتمنى لكم التوفيق في فعاليات المؤتمر خلال الفترة اللي سيعقد فيها، وبتمنى لكم كمان ان يبقى مش بس الانشطة والفعاليات اللي هتتم، ولكن ايضا يبقى في فرصة لكم ان انتم تستمتعوا بمناخ والجو الجميل الموجود في شرم الشيخ خلال هذه الفترة. مرة تانية برحب بيكم وبشكر القائمين على المؤتمر، كل من ساهم في الاعداد والتجهيز له حتى يخرج بالشكل الجيد، وشكرا جزيلا. ومرة تانية برحب بيكم باسمي وباسم كل المصريين في مدينة شرم الشيخ، شكرا جزيلا. شكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الكلمة، شكرا لدعمكم واهتمامكم للمشاركة في افتتاح الفعاليات.